السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج هزرك. هذا البرنامج نتكلم فيه عن بعض المصطلحات والمقولات والالغاز والكلمات الاماراتيه القديمه اللي قربت تنقرض ونبغي نحييها في ذاكره الناس. هزركم، شو راح تكون اسئلتنا لليوم؟ خلكم ويانا وبنشوف. يلا ندور ضحايا، وينكم؟ كنا في حد هنا، خلنا نفد عليهم. يلا وياي. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. والله اشكالكم شي طالبات جامعه، شو تدرسون؟ طب اسنان. اسنان؟ والله اليوم صراحه يعني شكلنا بننظف اسناننا فري. أنا بتجربين على أسناني بتكسرينها؟ أجرب عليك. والله؟ أقول السنة أولى. لا الله يخليك، بعيد الشر. وأنت؟ هندسة مدنية. الله يا سلام، بشكلي أنا البلة هاي الاستشاري تبني لي بتسوي لي شو اسمه التصميم. إن شاء الله بتسوي. سنة أولى؟ إي. لا غيرت رأيي. إنزين، إحنا برنامجنا اسمه هزرك، تعرف إيش يعني هزرك؟ لا طبعًا. هزرك. وش أنتم من وين؟ أنا الكويت. من الكويت؟ والله ونعم. هلا والله بهل الكويت. السعودية. السعودية خليجنا واحد. المفروض تعرفون هزرك، يعني مثلا يقول لك مثلا هزرك بكم هالتليفون هالموبايل مثلا، يعني اي يعني هزرك بكم هالموبايل، اي كم تتوقع؟ طبعا ما اعرف حكي كويتي وايد، يعني حاولوا يعلمونا بس ما قدرنا. وسهل. لا منو قال لك صدق؟ من صدقك انت؟ لا تكلم كويتي. تحكي كويتي عدل. بس تقول اتحكى، هذا بحريني مو كويتي. صح. انزين، برنامجنا هزرك نتكلم فيه عن بعض الكلمات والمصطلحات والمقولات والالغاز الاماراتيه القديمه اللي غابت عن الكثيرين، وبدأوا الناس شويه ينسونها. فاحنا نحاول نختبر اول شيء معلومات الناس، هل ما زالوا يحفظونها يتداولونها، واللي ما يعرف نفيده ونعيد هاي الكلمات اللي ذكرتها. وما ان انتم من خليجنا واحد. صح. انزين، ف اسئلتنا سهله اظن بتعرفونها. شو العكاس او من هو العكاس؟ شنو هذا العكاس؟ طبعا لو عرفتوا بتقول شلون احنا ما عرفنا. يا العكاس، عكاس يعكس. ايوه هندسه يعكس. شلون يعكس؟ يعكس يعني كبرته شنو؟ يعكس يعكس مو يعاكس. يعكس 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 شنو؟ يعكس وجهي على ما لا اي يعني تقريبا نفس المعنى. انعكاس. العكاس والانعكاس. العكاس معناته انه صفه لشخص يعني مهنه. العكاس المهنه هذه كانوا قبل يسمونها العكس. عكس عكس وين بس يصيرون عند المعكس؟ شو يسوي؟ يصور. اه مصور. اوكي شلون؟ انت ردت فعلك يا معرفت. اي اوكي عكس يعكس الصوره. عكاس اسمه؟ اي العكاس قبل يسمونه. زين وزين. يلا انا بطلع من الاسئله مال الحلقه هاي، بسال سؤال شي خارجه. المحسن. حسن. المحسن يعدل الصوره. تفضل. يعني فوتوشوب. اي شكرا. عفوا. المحسن. يا قرب شوي. قرب شوي. المحسن. محسن. العكاس. خليني اقول لكم المحسن. خياط. طاطو طاطو شنو خياطه؟ يا عاد قلنا شكل تبين العيد بسرعه. اي تلبسين ثياب العيد. مذيع؟ مذيع؟ محسن مذيع؟ اه اللي يعدل الاصوات.
يا رب الحقوني. وين كاميرتي؟ هذه كاميرتي هالصوب شو لو سمحتوا. هل ولماذا؟ كيف؟ المحسن لا يحسن رؤوس الصبيان والكبار. لا وفعل الحلاق البنكة بعد أقولكم إذا ما عرفتوا شو هي البنكة. هذه مالت شنو؟ مالت كم دائرية؟ إيه شيء. لا بنكة مال حمامات. بنكة أنت لا تجابين لو سمعت آخر مرة. الشغل أول شيء تجاب. أوكي هو الشغل ولا يعني مهنة؟ بنكة لا شيء آلة. كوايا مكيف شو اسمه الا من لا انت لا تجابي معكم مكيف. لا تجابي مكيف لا تجابي لا مو مكيف البنك. نعم مروحية يعني هليكوبتر. لا نفس المبدأ. هذا شيء المروحة طيارة. قلت لك لا تجاوبين. اهلا يلا غني معي. اهلا بالعيد. ارحب مرحب بالعيد. شكرا عفوا. زين انا عندي تحدي في كل حلقه. عاد هني اللعبه. قولي بيض الخفعق 3 مرات. شنو بيض الخفعق؟ كم مره؟ 3 مرات. بيض الخفعق زين يلا عين. يلا من السعوديه شو اقول؟ قولي بيض الخفعق 3 مرات. او ماي جاد صعب. بيض الخفعق 3 مرات بسرعة. بيض الخفعق بيض الخفعق بيض الخفعق بيض الخفعق بيض الخفعق. أشوف السهلة وخر شوي. أوكي يلا كذي زين كذي وترت لا 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 هنا يقول بيض الخفعق بيض الخفعق. شكرا لكم. أتمنى أن اليوم يعني ضحكنا شوية سولفنا مع بعض وأنا يعني أعتقد أنتم الطلبة محتاجين شوية لحظات ترفيه ولو نادري أكيد أنتم فالينها بطريقتكم. زين فأتمنى لكم التوفيق. هلا ببيوت الناس وتخربين تصاميمه. لا ما راح اخرب ان شاء الله. تسوي لهم عمود غلط. اي بسوي بيتك بعد. تسوي شنو بيتك؟ لا مستحيل. لا راح اسوي ليه ما تخلصيني. اي كل ما خلص. وانت بعد مو تخربين اسنان خلق الله. لا ان شاء الله. تقويم ترصينه عدل كذي و تقويم تجميل بعد. اوف شكرا. شكرا لكم. عفوا. السلام. و مع بيض الخفق ما ادري قالت الخفقع والمكيف وهذه قالت الهليكوبتر مدى المروحية. خلونا نشوف ضحايا جدد. خلكم ويانا. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك؟ أحمد منصور. أحمد منصور يا رب إن شاء الله تكون منصور اليوم يانا إن شاء الله. أحمد إحنا برنامجنا اسمه هزرك. تعرف شو يعني هزرك؟ هزرك؟ لا والله. أنت وين؟ فلسطين. فلسطين. أنت بتقولونها فلسطين أو في الشام بس مع فرق حرف واحد. أول حرف هزرك زهرك يعني؟ لا اول حرف شنو بس غير اطلع حرف حزرك او حزرك او حزرك لي حزوره يعني. أيوة. او أيوة. انه تخمين او يقول لك هزرك هذا الشيء بكم. أيوة. هزرك بيعرف فلان مثلا يعني. البرنامج عن كلمات ومصطلحات الاماراتيه القديمه اللي الناس ما عادت تتداولها فانا بختبر معلوماتك واشوف قبل انك انت عايش في الامارات. فبنشوف ملم انت بالثقافه الاماراتيه وبعض الكلمات الاماراتيه لهجه ولا لا. شو هي لوقايه؟ لوقايه؟ لوقايه اكله؟ لا ما عندي. لبس للنساء لوقايه. لوقايه يبدون يلبسونه من عمر معين يعني. نقاب؟ لا حجاب. هو فعلا لباس راس او حجاب لتغطيه رأس المرأة كانوا يستخدمونه وما زالوا يستخدمونه الحين بس طبعا الاسم قديم يسمونه لوقاية او احيانا يقولون الشيلة او لوقاية يعني هاي الانواع يعني. انزين البنكة. بنكة طبعا لا تقول لي لا تقول لي اخت البنك. اوعى تقول لي اخت البنك ما لها علاقة. البنكة. البنكة. البنكة ما اعرف والله. حاول حاول بنكة حاول
بنكة اختيارات. قرب شوي. يا قرب لك انا. اللي هو فيها مكيف. مروحة. هي المروحة كانوا يسمونه. اعتقد ان الاسم جاي من الهند او يعني لها اللغة الأردو. تعرف كان التجار الهنود والإمارات يروحوا للهند ويرجعون، كان في تبادل تجاري وهذا، وهذا غير الزواج أحيانا. فأكيد هاي من الكلمات أعتقد أن هي اللي جت من الهند. زين، في عندي تحدي في كل حلقة، وهو نفس التحدي في كل الحلقات. جملة قولها 3-4 مرات بسرعة. بيض الخفعق. بيض الخفعق. بيض الخفعق 3 مرات. بيض الخفقع. بيض الخفقع. بيض الخفقع. بيض الخفعق. 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 اهلا اهلا. بلعي. مرحب مرحب. بلعي. مرة ثانية. بيض الخفعق. بيض الخفعق. بيض الخفعق. بيض الخفعق. بيض الخفعق. بيض الخفعق. اسرع اسرع. بيض الخفعق. اسرع اسرع. اسرع. مشكور احمد حبيبي، اتمنى ان احنا قدمنا لك افاده اليوم، على الاقل انت عرفت شيء من الكلمات. بنكه. البنكه. ولوقايه. ولوقايه مو بال شو هوقايا. هوقايا. دنيانا هوقايا. والله عارف هاي كيو لوقايه. لوقايه. ايوه. لا لوقايه يعني لو مثلا قريناها باللغه العربيه الفصحى نقول الوقايه مثلا او الاوقايه، بس احنا نقولها لوقايه. لوقايه. نعم. شكرا لك حبيب حبيب. مع دنيانا هوقايا قال، قول له لوقايا. قال دنيانا هوقايا. دنيانا هوقايا. خلونا نشوف ادر 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 بيرسون. خلنا نشوف الضحيه اللي قاعد يفكر هذا بهدوء. السلام عليكم. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ اشوفك جالس بروحك. والله ناطر السياره. ها؟ من يصب لك السيارة؟ مين ينظف لي؟ عفوا. من ينظفون لك ولا يصفون؟ لا ينظفون السيارة. يا يغسلون يسبحونها يعني. يسبحونها. أخذ لها شاور خفيف. شاور خفيف. مش غلط. إنزين. هو ترى على فكرة الحين بعد أحيانا يزخونك يمسكونك شرطة إذا السيارة وسخة صح؟ طبعاً. المخالفة موجودة بس الحمد لله. نظافة من الإيمان. شكراً. إنزين. شو اسمك؟ اسمي شوكت. شوكت. شوكت من وين؟ أنا من الأردن. شرفنا حيا الله من شامع. شوكت، احنا برنامجنا اسمه هزرك. تعرف يعني هزرك؟ هزرك كلمة إماراتية. هي كلمة إماراتية أحياناً ينطقونها في الحديث. لا والله ما يقول لك مثلاً هزرك التلفون بكم مثلاً؟ هزرك؟ هزرك التلفون بكم؟ هزرك. أيوه هي زي هزرك بالضبط. نفس المبدأ، غيرنا حرف واحد. برنامج عن الكلمات والمصطلحات الإماراتية القديمة اللي الناس ما عادت تتداولها. نحاول ان احنا نختبر معلومات الناس فيها ونشوفهم بعدهم يحفظونها، واذا ما كانوا يحفظونها احنا نحييها شويه في ذاكرتهم. فانا بسالك يا رب ان شاء الله ما نغني اهلا اهلا بالعيد، لان اذا جبت العيد ترى بتغني معايا. اوكي. العكاس. 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 مش العكاس. العكاس. العكاس مثل العكاز. لا عكاس يعكس. ايوه بالضبط. أيوة. يعكس شو؟ يعكس. يعكس. حط لي اياها بجملة وانا بعرف لك. اذا اعطيتك اياها بجملة بتعرفها على طول. والله صرت اليوم عند العكاس بصراحة، وخذ لي عكس حلو. كذلك عكس حلو. لا هي صعبة شوي. زين بشيل لك كلمة عكس. اليوم صرت عند العكاس وخذ لي صورة حلوة. اليوم؟ رحت عند العكاس وخذ لي صورة حلوة. هو دكتور يعني؟ صرت عند العكاس وعكس لي صورة حلوة. عكس لك صورة. العكاس. العكاس. لا والله. عكس لي صورة حلوة. عكس لي. صورة حلوة. صورة حلوة. رسم لك اللي يرسم. وبحطها في انستغرام. لا والله ما رفت. مصور. طب مصور. أهلا أهلا. أهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد. انزين. لوقاية. لوقاية. شو لوقاية؟ كانها تعطيك وقاية إلى حد ما. هي نفس المبدأ. أوكي، لتكون مظلة يعني. مو نفس يعني مظلة. شو تسوي؟ تغطي صح؟ هاي هو شيء يغطي، بس يغطي شو؟ يغطي الشر. يغطي أشعة الشر. لا لا. لوقاية يغطي أحد الجنسين.
لوقاية. لوقاية يقيها من عيون المتنصص. أيوة الوقاية يعني من السحر. لوقاية هو غطاء للرأس. يلبسونه اللي هي لها للحريم، هاي اللوقاية للنساء اللي هي الحجاب يعني مثل الحجاب. أوكي. يستخدمونها كانوا الأولين يسمونها لوقاية، وما زالت على فكرة لين إحنا نقوله. نقول بنات الحين وين لوقاية مالي؟ إنزين في عندي تحدي في كل حلقة. عاد هني تحدي العيد. الحين بتغني بتطربني. بغني. فأبغيك تقول لي بيض الخفعك ثلاث مرات. بيض الخفعك ثلاث مرات بالبطء. تبغى أقول لك يا ببطء. بيض الخفعك. بيض الخفعك بيض الخفعك بيض الخفعك بيض الخفعك بيض الخفعك. أسرع أسرع. بيض الخفعك بيض الخفعك. أسرع. زين يلا بقول بيض الخفعك. أسرع. بيض الخفعك. أسرع. بيض الخفعك بيض الخفعك بيض الخفعك. أهلا أهلا بلي. مرحب مرحب بلي. شكرا لك يا شوكت. شرفت فيك حبيبي. شكرا. وخلصنا العيد مع شوكت. أنا لين هني وأقولكم تعبت. أختم حلقتي لليوم من برنامج هزرك وألتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريبا. مع السلامة.